أحد الممارسات الطيبة في هذا الشهر الكريم في مدينة السماوة هو وجود هذا الجمع الجيد بين الناس المستضعفة، الناس اللي تريد هذا الجمع وتشوف مقابله أكو الأشخاص الميسورين قاعد يجيبون شنو مواد غذائية يشاركوننا بها، دلالة على وجود هذا التكافل الاجتماعي الموجود بين الحالتين، وإن شاء الله السنوات الجاية هو الخير للمجموع، يعني تتحسن ظروف الناس والدورة تصير المسائل أفضل وأفضل. بالنسبة لنا هاي تورثناها منين؟ من آبائنا وأجدادنا، والرحمة لهم أنه مو الرحمة للناس الطيبة اللي كانت تجتمع بالجوامع بالخمسينات والستينات، والآن شيني أكو أكو جوامع أربعة غيرنا بعد. الحمد لله والشكر. انا كل سنه، انا بالنسبه لي طباخ، كل سنه هاي تزيد، يعني 300 شخص 400 شخص اقدمها للعوائل المتعففه، واللي النساء تجي لهنا تطلب من عندنا جدورتها ومعينها فانطيها، وهنا انا ما يعني اللي يقعدها من نقدم له الاكل الجيد اللي اطبخه اني، يوم بريان لحم، يوم بريان دجاج، تمن ماش، تمن فاصوليا، تمن لحم، دجاج، كبه، اللي اقدر عليه اقدمه اني. والحمد لله اجواء حلوه رمضانيه هاي، كل سنه انا ابدع بيها. والله شهر رمضان بركه وصحه وايمان. قلت لك مو سوى يوم 300 شخص 400 شخص الاعداد، احنا بالنسبه لي انا والمساعدين حوالي احنا 8 نفرات اللي يساعدوني به. واحد يقدم اللبن، واحد يقدم التمر، الصمون، التمن، الشوربه، المرق، فيساعدوني به.
كيك الأثمان، الهدية المقدمة من كيك الأثمان. داي رمضان كريم ان شاء الله على الناس وعلى الصحه والسلام على جميع المسلمين. يعني تدري هاي الاجواء هي يعني واحد من يفطر يرتاح يروح يجي يطلع عائلته له في منتزهات، يعني واحد يخلص وقت عرفت. والحمد لله والشكر رمضان الحمد لله والشكر بخير ونعمه وشكر لله على جميع امه محمد. اي والله اول نجي للمنتزهات او مثلا اكو منتزهات ثانيه هاي على الشط هم نروح عليه نتون مثلا او نروح لصاحب العصر زي ما علم للمهد يعني على المناطق هاي. طبعا محافظة المثنى ما تختلف عن المحافظات البقية بال يعني بأجواء رمضان، تستقبل أجواء رمضان بهاي المسواق اللي تمشي أمهاتنا تتسوق وتجيب الاحتياجات طبعا الخاصة بشهر رمضان الكريم. ويبدأ أول يوم شوية بصعوبة بشي والدور تتعود العائلة، وطبعا أحلى شيء هو بشهر رمضان هو اللمة، يعني لمة الأهل والأقارب التزاور يعني بين الجيران الأصدقاء الأنساب. هو طبعا اللي يميز يعني شهر رمضان هو صلة الرحم والترابط يعني بين عائلة وعائلة، يعني هاي نفتقدها باقي الأيام باقي الأشهر. فهو رمضان مثل ما يقول هو يلم الشمل. طبعا الأكلات يعني مشهورين العراقيين بأكلة الدولمة، البرياني، السمك المسقوف، يعني ذن الاكلات. انا بالنسبه لي طبعا الدولمه يعني افضل على الاكلات البقيه. بالنسبه للترفيه يعني الحمد لله صح السماوه شويه مو كلش فيها يعني اماكن للترفيه كلش هوايه وشي، بس الحمد لله والشكر يعني الموجود يعني مدينتها سماها هاي مدينه العاب السماوه، متنزه الزيتونة بعد كم متنزه يعني متنفس للعوائل السماوية تتنفس، وتطلع الناس وراء الفطور هم شوية ترتاح. والجو الحمد لله والشكر هاي السنة هم يعني جو مرتب يعني جو ربيعي، والحمد لله والشكر إن شاء الله الله يديم هاي النعمة على الشعب العراقي كله وجميع المسلمين. ونتمنى رمضان كريم عليكم وعيد فطر مبارك. طبعا هاي التقاليد موجوده باغلب المحافظات العراقيه، تعرف تقاليد اهلنا القديمه اكو هواي بعد عوائل محافظه عليها. بالفطور الناس تودي فطور الناس او بالسحور او نطلع للسحر مرات سوا كلنا مكان باماكن عامه بالحدائق مدن الالعاب. بالفطور مرات تكون ماده الافطار مشتركه بين اغلب من اكثر من عائله بين الجيران بين الاقارب. تعرف رمضان رمضان البركه والناس كلها تجتمع به. اللي عنده جاره واللي عنده قريبه واللي عنده شخص ما شايفه صار فتره طويله كلها تلتقي بهذه الايام المباركه.
طبعا هاي موجوده التقاليد ومتمسكين بها لحد الان، مال مثلا يعني واحد يدز الطعام للجار يدز الطعام للاخر ماكو مشكله، بس اكو شغله يعني بالنسبه لصله الرحم يعني صارت اكثر شيء على التواصل الاجتماعي، تعرف انت هذا الشيء يعني. يعني سابقا قبل ما كانت اكو تليفونات، يعني ما كانت اكو مثلا يعني تواصل اجتماعي انترنت بصوره عامه، فشني هسه حاليا التواصل اكثر شيء عن طريق التواصل الاجتماعي، اكو موجوده حاليا بس شني يعني جدا قليله، يعني مو باستمرار، يعني صله الرحم قلت احكي لك الصراحه، يعني بما فيه من المتحدث يعني انا اتصل عن اقاربي او جيراني او اصدقائي عن طريق التواصل الاجتماعي، السلام عليكم شو اخبارك رمضان كريم، سابقا اللمه الحلوه الضحك النقاشات الحلوه سوالف اهلنا القديمه بعد تعرف. طبعا من خلال سؤالكم واضح انه في مجال التربيه والتعليم نلاحظ من خلال زياراتنا الاشرافيه الى مدارس المحافظه ان هناك توجه والتزام خاصه في محافظه مثنى، معروفه محافظه مثنى يعني نوعا ما نقول احنا شويه ناخذ الجوانب بس افضل من كثير من المناطق الاخرى باعتبار هناك التزام ديني نوعا ما، تحفظ نوعا ما من خلال الترابط العشائري بين افرادها، نلاحظ انه الاغلب هسه الاخوه العفو الجالسين والاخوات اذا تسال اي واحد هسه من عشيره يجوز يطلع ابن عمي ابن خالي ابن هاي، فاكو تقارب يعني ما موجود بغير محافظه صراحه، فلله الحمد اكو التزام ديني نوعا ما بالمدارس، نلاحظ هناك يعني الالتزام بجانب الصيام لكل الجنسين للطلبه وكذلك للطالبات، طبعا توجيهاتنا احنا كاشراف وككادر تدريسي طبعا بالاضافه الى ذلك احنا نوجه الكوادر التدريسيه الكوادر الاداريه للمدارس انه تقدم يد المساعده لان للطالب الصائم، وهناك ايضا توجيه وزاري انه تقليص ساعات الدوام مراعاه الامتحانات يعني الشهريه صراحه انه يعني بنوع الاسئله اللي تقدم طريقه الشرح ممكن انه يساعد الطالب اللي يعاني من مشكله معينه عنده مرض صحي يمنعه انه يكمل او اداء العفو فريضه الصيام بالشكل الامثل، فلله الحمد اكو هناك تجاوب. شرفنا اليوم الحضور في بازار المثنى الداعم للشباب وشابات المحافظة، يسعى هذا البازار للحصول على أن الشباب تأخذ فرصتها في المحافظة بدعم مشاريعها البسيطة، وهذه الخطوة اليوم هي خطوة جدا جميلة، وندعو بجميع الشباب أنه عدم التركيز على أنه أنتظر إلا التعيين يلا أحسن الدخل المادي مالتي، فاليوم إحنا كداعمين كشباب للفئات الشابة وناصحين لجميع الشباب اللي بعدهم لحد هسه ما ماخذين خطوة جريئة أن يأخذون خطوة بتطوير مهاراتهم عن طريق اكتشاف شنو المهارة اللي بداخلهم ويحسنوها، وإحنا يعني مستعدين بدعم هاي المهارات من خلال الإعلان عنها من خلال دعمها حتى لو بمبالغ بسيطة، ونوصل صوتهم للجهات المعنية بدعمها وتحسين الدخل المادي للشباب والشابات. الحمد لله أجواء حلوة، واحنا هذا اليوم شويه ردنا نغير، صار لنا فتره ما جايين تقريبا من بدايه رمضان، حبينا اليوم نكسر الجو شويه، وتعرف اطفال انت لازم تونسهم، اذا ما تونسهم ياكلون راسك، فحبينا نغير والحمد لله السماء شويه شويه جاي تتطور، يعني سابقا ماكو متنزهات قليله نادرا ما اشوف واحد او اثنين، حاليا الحمد لله والشكر هي العائله العراقيه ما عندها متنفس غير هاي الاجواء، والحمد لله وشكر شهر رمضان إن شاء الله يوم بعد يوم هي أهم شهر خير وبركة، والحمد لله وشكر هاي الأجواء ماكو أحلى من عندها.
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. الاجواء الرمضانيه داخل السماوه بعد يوم طويل من الصيام والعمل الشاق والعبادات، نشوف انه اكثر العوائل العراقيه بعد الافطار تتوجه الى المتنزهات، سواء حضور بازارات او الى التوجه الى المكاتب للثقافه. انا دا اشوف انه شبابنا تتجه الى الثقافه اكثر، الى المكتبات، الى الكتب، الى صناعه مشاريعهم الخاصه. اليوم بهذا البازار كل شيء موجود، او كل طاوله هي عمل من نفسهم، هم اللي بلشوا من الصفر، سواء بالمأكولات حتكون مأكولات من البيت صنع باليد، او الكروشيه، المداليات، احيانا الزغارف اللي موجوده. فكل عائله عراقيه تشوف انه تجي لهذا المكان لتاخذ انه في شيء تاريخي ببيتها تشوفه انه له معنى حلو. فاليوم هذه البازارات كلش فادت شبابنا وبناتنا بمحافظة السماوة، كونها مصدر دخل وثقافة لهم. الحقيقة الأجواء الرمضانية في الدول العربية كلها متشابهة تقريبا، نفس التقاليد، نفس الأجواء، نفس الأمور المباركة يعني اللي يستخدمونها، خصوصا بالليل يعني العوائل تتجمع. يعني هو شهر رمضان تقريبا اللي شفته انا برا انه فرصه للم الشمل بين العوائل، بين الاقارب. يعني هذا اكثر شيء اللي لاحظته، يعني خصوصا في العراق موجود عندنا هذا الشيء، اضافه الاكلات الحلوه اللي يستخدم يعني اللي يسوونها خلال هذا الشهر. ونتمنى من رب العالمين انه يديم الفرحه والامان على محافظتنا وعلى كل العراق ان شاء الله. والله اكلات هوايه حلوه بالسماوه، اكثر شيء تقريبا الدولمه الناس تحبها هسه، والتبسي دجاج، والتبسي العادي اللي بالباذنجان، هاي الاشياء، الكبه، انواع النواشف، هاي الانواع. نجي دائما نتونس هنا، نسوي حجوزات اللياقه مالتنا، نتونس بيناتنا كفرق شعبيه، تجي تلعب ويانا مثلا الهلال يجون، الخضور تجي تلعب ويانا، نتونس بيناتنا كلياقه، نتمرن بيناتنا همين، نتونس يعني هاي كل يوم وياك كاستمرار. مرات يعني بالدراسه ما نقدر نجي، لا ومرات نحجز ونلعب. يعني ونسى العالم تيجي هنا تتونس، تفرغ سلبياتها، الطاقة السلبية تفرغها. واي يعني هاي الشباب أحسن ما تروح مكان قهاوي مخدرات ما مخدرات، تيجي هنا أحسن لها، أحسن من كل شيء. ماشي.